بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم مع جولة جديدة في الصيدلية. في حالة اليوم معنا المكمل الغذائي الجديد نوتالير أكراس لدعم الصحة الذهنية الطبيعية. يحتوي هذا المكمل الغذائي على مكونات محددة تعتبر مفيدة للدماغ والوظائف العقلية، حيث يعمل هذا المكمل الغذائي على تعزيز اليقظة والانتباه وتحسين الذاكرة والتركيز والأداء العقلي العام، حيث يساعد على تحسين الدورة الدموية وتحسين تدفق الدم إلى الدماغ وتحسين الاستجابة العقلية. طريقة الاستخدام: تناول قرص واحد من مرة إلى مرتين يوميا أو حسب إرشادات الطبيب. العبوة 30 قرص، سعر العبوة 150 جنيه. مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية.